حقق الفريق الملكي للقدرة المركز الثاني في بطولة العالم للجياد الصغيرة لمسافة 120 كيلومتر التي أقيمت في جزيرة سردينيا في إيطاليا عبر الفارس معيوف عبد العزيز الرميحي وسط مشاركة نحو 100 فارس وفارسة من 22 دولة من العالم. وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، أشاد بالمشاركة الإيجابية للفريق الملكي في البطولة وتحقيق المركز الثاني، مشيرا سموه إلى أن هذه النتيجة تعد حافزا للفريق في مواصلة تأكيد مكانة القدرة البحرينية في المحافل العالمية. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن الفريق الملكي للقدرة دائما ما يكون حضوره مميزا في البطولات العالمية بعد سلسلة من الإنجازات المتواصلة في الآونة الأخيرة، مبينا سموه بأن الفريق حرص على المشاركة في بطولة العالم للجيادة الصغيرة بفرسان واعدين يمتلكون إمكانيات جيدة، كانت الثقة كبيرة بالحصول على المراكز الأولى والتواجد على منصة التتويج، إضافة إلى أن المشاركة تسهم في اكتساب المزيد من الخبرة للفرسان ورفع مستوياتهم للاستحقاقات القادمة. وعرب سموه عن تهانيه للفارس معيوف الرميحي بمناسبة حصوله على المركز الثاني، مقدما سموه التهاني والتبريكات إلى الفارس راشد سعيد من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتتويجه بالمركز الأول في البطولة.